هناخد ان شاء الله الوحدة بتاعت السربسو ونحل الاسئلة الصح والغلط بتاعتها باذن الله كلها. اول فيديو او اول ضمادات نمر اونو بيقول الكونديتشينتي كنتين دو سربساري سواء اللي هو بادئ ان هو يتجاوز اكومي اونيكو اوبلجو يعني عنده اجبار واحد كل دي ازيوناري الاندكاتوري دي دريتسيوني فريتشا ان هو فقط هيقيد اشارة الاتجاه وده طبعا غلط لانه عنده حاجات كتير اجبار انه بينتبه للمسافة تسمح ولا لا الفيزيبليتي الرؤية تسمح ولا لا على حسب الجو حاجات تانية كتير مفيش علامة ديفيتي دوسر بصو موجودة تمنعه هنا بقولك اونيكو فقط اجبار واحد ان هو يقيد الاشارة طبعا فالسو الدومالد هشغلكوا بردك الميكروفون Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio. السواق اللي هو بيبدا ان هو يعمل التجاوز بيقولك لازم يتاكد ان حركه التجاوز دي هتتم من غير ما يتسبب كوستيتوير الانترلاتش يعني مش هيعمل اعاقه لاي حد في الطريق وده غير. Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso. السواق اللي بيبدا يعمل التجاوز بيقولك هيتاكد فقط اونيكامنتي يعني فقط يتاكد ان مفيش نسونة سينيال يعني مفيش ولا اشارة علامة الديفيتو دوسر بسو لا انا فعلا هتأكد من كده ان مبقاش في علامة الديفيتو دوسر بسو تمنعني لكن في نفس الوقت في حاجات تانية كتير مش فقط علامة الديفيتو اللي هتمنعني الرؤية زي ما قلت والمسافة تسمح ولا لا وحركة الترافيك عاملة ازاي تسمح لي ولا لا فطبعا غلط عشان كلمة اونيكامنتي فقط في الكلمة دي Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi semplicemente che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta. بيقول ان السواق اللي هيعمل حركة التجاوز بيقولك لازم يتأكد بكل بساطة ان مفيش ولا عربية جاية من الناحية التانية يعني زي ما تقولي فقط هو ده اللي هو مهم في حركة التجاوز طبعا فالسو في حاجة تانية كتير جدا لازم بيتأكد منها. Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta. السواق اللي بيعمل التجاوز لازم يحط في اعتباره وينتبه للعربيات اللي جاية من الاتجاه المعاكس اللي امامه وده فيرو. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del sorpasso. بيقول ان السواق اللي بيعمل التجاوز لازم يتأكد ان الطريق هيكون فاضي عشان يسمح له يكمل حركة التجاوز دي بأمان وده طبعا فيرو اتاكد ان الطريق فاضي يسمح لي ان انا اعمل سور بس Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario per la manovra anche in relazione alla differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare. السواق اثناء ما هو بيعمل التجاوز بيقول لك لازم يقيم المسافه السباتيو نتشيساريو يعني المسافه الكافيه اللي تسمح له ان هو يعمل حركه او مانوفره السرباس دي بيقولك على حسب الديفرنس الاختلاف ما بين سرعه العربيه بتاعته وسرعه العربيه الاخرى اللي هي بيعمل لها تجاوز على اليمين وده فيرو يعني انا مثلا لو عربيتي على اليمين العربيه اللي على اليمين عايز اعمل لها تجاوز ماشيه على 50 انا مش هعمل سرباس وانا على 50 انا كده هتنيني ماشي جنبها لا مفروض انك بتزودي سرعه اكتر شويه عشان تعرفي تعملي سرباسو بسرعه وتبقى مسافه السرباسو اقل مسافه ممكنه وتعدي بامان وتعملي لها سرباسو فده غير. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia iniziato il sorpasso. السواق اللي بيعمل التجاوز بردك بيقول لك لازم يتاكد ان سواق العربيه اللي هو بيتبعه اللي جاي في ظهره في نفس المسار وفي نفس الطريق اللي هو ماشي فيه ما بدأش يعمل حركة التجاوز يعني ما يعملش إشارة الاتجاه اللي هي الشمال وما بدأش يدخل في الكرسي الشمال عشان يعمل سرباسو فأنا أتأكد أن الممر فاضي وما فيش حد هيدخل فيه فبالتالي هعمل السرباسو بأمان وده صح لازم أتأكد أن اللي ورايا مش بيعمل كده Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra. نفس اللي فوق بس هنا بدل اللي ورا سجوة اللي بيتبعني اللي قدامي بيقول لك السواق اللي بيعمل التجاوز لازم يتاكد ان العربيه اللي هي بتسبقه بريتشيدي يعني اللي امامه في نفس الممر او في نفس الحاره اللي هو فيه ما بداتش تعمل حركه التجاوز وده فيرو طبعا لان انا مش هعمل انا واللي قدامي في نفس الوقت فيرو Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra. بردك بيقول لك السواق اللي بيعمل التجاوز لازم يتاكد ان ما فيش ولا اشاره سينيالي فيرتيكال يعني اللي هو الاشاره اللي على العمود الاشارات اللي هي الفيرتيكال اللي احنا خدناها اللي هي علامه ديفيتو دو سورباسو تكون مش موجوده عشان تمنعني من حركه التجاوز وده طبعا فيرو. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra. السواق اللي بيعمل التجاوز لازم يتأكد ان مجال الرؤية بتاعه
يقدر يشوف عشان يكمل حركة او تسمح له ان هو يعمل السرباسو ده صح. انا مثلا مش هيبقى فيه نبي او فيه شبورة مش شايفة كويس واعمل السرباسو، لا انا مش شايفة حد جاي من الناحية التانية او الاتجاه السنسو بوست ولا لا، وده طبعا فيرو. Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario in relazione alla lunghezza del proprio veicolo e di quello da sorpassare. السواق بيقول لك لازم يقيم اللي بيعمل التجاوز، لازم يقيم المسافة اللي هي مطلوبة على حسب طول العربية بتاعته وطول العربية اللي هي بيعمل لها اللي بتعمل لها التجاوز على اليمين هي كمان، وده فيرو. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la lunghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza. السواق اللي هو بيعمل التجاوز بيقولك لازم يتأكد ان اللارجتس العرض بتاع المسار اللي انا ماشية فيه يسمح لي ان انا اعمل حركة التجاوز دي بامان، وده طبعا غير لو الطريق ضيق استريتا وانا طبعا مش هعرف اعمل سرباسو، ففي الحالة دي مش هعمل السرباسو. الاسكيدة اللي بعدها prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione. قبل ما تبدأي حركة التجاوز مفروض بتشغلي اشارة الاتجاه، وده فيرو. La manovra di sorpasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza. بيقولك حركة التجاوز لازم تكمليها حتى لو مجال الرؤية بتاعك غير كافي، insufficient يعني ما انت شايفة كويس. طبعا بيقولك اذا كنت انت هتكمليها بامان، لا ادام مجال الرؤية غير كافي ما تهورش ابدا واعمل السرباسو، فالسو طبعا. Il conducente che intende iniziare una manovra di sorpasso non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione. السواق اللي هو بيعمل التجاوز بيقولك ما عندوش اجبار ان هو يشغل اشارة الاتجاه، لا ده لازم يشغلها عشان طبعا امال العربية اللي وراها هيعرف ازاي منها، هتعرف ازاي ان العربية اللي قدامي دي هتعمل سرباس ولا لا، فطبعا غلط، ده لازم ان هو يقيد الاشارة. La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza. دي بقى الضمانة الصح مش اللي قبلها اللي فوق منها، هنا بيقولك حركة التجاوز مش هتعمليها لو انت مجال الرؤية بتاعك insufficient غير كافي عشان تكمليها بأمان، وده طبعا فيرو، مش هتراجع عنها، مش هعمل سرباسو في الحالة دي. La manovra di sorpasso non va effettuata se la carreggiata non è sufficientemente larga. بيقولك حركة التجاوز دي مش هتكمليها او مش هتعمليها لو العرض بتاع المسار اللي انت ماشية فيه نون insufficient يعني غير كافي اللارجة العرض بتاعه، ده صح، لو الطريق ضيق هعمل سرباسو ازاي، فده طبعا فيرو. Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, il conducente del veicolo deve riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. السواق بعد ما بيعمل حركة التجاوز بيقولك أثناء ما هو بيرجع في الممر اللي هو ناحية اليمين دسترا، بيقولك مفروض إن هو بيرجع بيقولك على قد ما يقدر من غير ما يتسبب في بيريكولو خطر أو انترلاتشو أو إعاقة لحركة السير، وده فيرو. La manovra di sorpasso si effettua di norma a sinistra. حركة التجاوز بتتعمل عادة ناحية الشمال، وده فيرو. Il sorpasso si effettua tenendo un'adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa. ولك مفروض السرباسو ده بيتعمل انت بتسيبي تندون اون ادكواتا ديستانسا لاترالي، يعني بتحافظي على مسافة امان جانبية ما بينك وما بين الفيكول اللي انت بتعمل لها سرباسو، وده فيرو طبعا عشان ما تخبطيش. Dopo il sorpasso il veicolo può immediatamente spostarsi a destra se taglia la strada a quello sorpassato. بيقول لك ان انت بعد التجاوز ممكن immediatamente، الغلط هنا بقى عشان الكلمة دي، ممكن بسرعة جدا تتحركي سبوسترسي في الممر اللي هو ناحية اليمين سي تاليا لا استرادا اي كويلا سورباساتو، لا مش هترجعي يمين ابدا في بسرعة بالطريقة دي، ده انت بتبصي في المراية وبتشوفي العربية اللي انت عملت لها سورباسو انت بينك وبينها مسافة كافية ولا لا، وهترجعي بامان ولا لا، انما ارجع بسرعة حالا immediatamente غلط طبعا، فالسو الضمانة. Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico. لا غلط طبعا، بيقولك السواق اللي بيعمل التجاوز عنده اجبار ان هو بيستخدم الكلاكسون عشان ينبه العربية ان هو بيعمل كلاكسون، لا ما عندوش الاجبار ان هو يعمل كده، فالسو طبعا. بس كده اللي بعدها Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra rallentando. بيقولك بعد التجاوز مفروض بترجعي حالا immediatamente في الممر اللي هو ناحية اليمين وبتهدي، لا مش حالا، انت بترجعي ببطء يا جماعة عشان تشوفي العربية اللي مسافة اللي انت بتعملت لها السرباسو على يمينك دي بعدتي عنها والمسافة تسمح ان انا ارجع بأمان وما اخبطش فيها وانا راجع ولا لا.
Nell'eseguire la manovra di sorpasso occorre regolare la velocità in relazione a quella del veicolo da sorpassare. بيقول لك وانت بتعملي حركة التجاوز مفروض ان انت بتظبطي السرعة بتاعتك على حسب سرعة العربية اللي انت بتعملي لها سرباص، وده طبعا غيره. يعني هي مثلا زي ما قلت لكم ماشية 50، انا طبعا ماشية همشي 70 80، بحيث ان انا اعمل لها سرباص بسرعة تاني وارجع بامان في الكرسية الديسترا. Per eseguire la manovra di sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità. بيقول لك وانت بتعملي السرباص في الشنترو ابيتاتو وانت داخله الشنتر بيقول لك اوربان اه جوه المدينه سي بوسونو بيقول لك ممكن للحظات تتجاوزي ليميت ماسيمو دي فيلوسيتا سوبريور، يعني تطلعي فوق اقصى حد سرعه للحظات. لا استحاله، ايا كان مهما اقصى حد سرعه ليميت ماسيمو دي فيلوسيتا مش مسموح لك ان انت تتجاوزيها او تطلعي فوقها ايا كانت الظروف. ففالسو طبعا حتى لو للحظات زي ما هي بتقول كده. Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori abbaglianti. بيقول لك اصلا ما انت بتعملي السرباسو مسموح لك ان انت تعلمي عن للعربيه اللي قدامك ان انت بتعملي السرباسو ان انت هتستخدمي لمبات جاندو، يعني هترعاشي كده زي ما بيقولوا النور اللي هو البريتوري ابليانتي النور العالي، وده صح. احنا قلنا من ضمن استخدامات الابليانتي جوه حتى الشنترو ابيتاتو ان انت بتستخدميه عشان تعلمي العربيه اللي قدامك ان انت هتعملي السرباسو، والحالة الثانية ايفيتير انشيدنت ان انت تمنعي حادثة، فده غيره طبعا. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra. بيقولك اثناء ما انت بتعملي السرباس المفروض ان انت بتضيقي او بتضيقي على نفسك دايما ناحية اليمين، تروحي الناحية اليمين ازاي اذا كنت انا هعمل سرباس شمال، تبقى فالسو طبعا الضمانت. Nell'eseguire la manovra di sorpasso non bisogna accelerare. بيقولك اثناء ما انت بتعملي حركة التجاوز مش مفروض ابدا تزودي السرعة، امال هسبق العربية ازاي؟ هتجاوز العربية اللي على يميني ازاي؟ فطبعا فالس الضمانت. Nell'eseguire la manovra di sorpasso